تمام الخامسة ونصف من قسم الأخبار، نحييكم مشاهدينا ونبدأ نشرتنا بالعناوين. حركة بطيئة بمعبري ذهب وازن ورس جدير بعد إعادة فتحهما. قلعة أسنان غراسة 3000 شجرة فوق مائدة يوغرتا في حركة رمزية شبابية لمكافحة الإرهاب. رحلات استكشافية لمخزون قفص البيئي على متن الجرذون الأحمر. مرحبا مجددا. قرر اليوم رئيس الجمهورية البلجيكية قيد سبسيا تمديد في حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية لمدة 3 أشهر، وذلك ابتداء من يوم غد الأربعاء 23 من مارس. وأشار بلاغ لرئاسة الجمهورية أن هذا القرار جاء بعد استشارة رئيس الحكومة لحبيب الصيد ورئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر. يذكر أن رئيس الجمهورية كان قد أعلن يوم 24 من نوفمبر 2015 عن فرض حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية لمدة شهر. توفي صباح اليوم جندي بثكنة بنغردان بطلق ناري بعد خروج خرطوشة من سلاح زميله أثناء أداء واجب الحراسة. أوضح المقدم بالحسن الوسلاتي الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الوطنية أن الجندي توفي بمستشفى بنغردان بعد نقله إثر الإصابة التي تعرض لها. نبقى في بنغردان، أين استعاد معبر سجدير الحدودي جزءا من نشاطه بعد قبول الجهات الليبية الناشطة بالمعبر السماح للليبيين بالعبور إلى تونس. عودة كانت بنسق بطيء رافقتها حالة حيطة أمنية وتفتيشات دقيقة تحسبا لأي إشكال. حركة عبور المسافرين تكاد تكون منعدمة بمعبر راس جدير الحدودي من الجانب التونسي بعد قرار إعادة فتحه من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 7 ليلا. عدد من السيارات الليبية عبرت إلى داخل تونس وسط تفتيشات دقيقة. محلول إن شاء الله الجانب الليبي، في ناس ما زال ما سمعوشنا، هي مفتوحة ان شاء الله يعني تمام 100%. حتى التسكيره نتاع تونس والله اثرت على التوانسه برشا واثرت على الليبيين برشا، وان شاء الله ربي يهدي البلاد والعباد. الحمد لله حلت توا كيف حلت، والتوانسه حلوا من الصباح، وان شاء الله ربي يقدر الخير وهكا. الساعه 5 قرب تفتح، لكن فتحت تقريبا هيك الساعه 11 ونص 12. والله بالنسبه للحدود امنه مرقله، فهمتي؟ معناتها كنت في ليبيا، كنت في مليت الداخل، معناتها فما شوي قلق كان في ليبيا تو ابرك، فهمت؟ دخول المسافرين الليبيين انطلق حوالي الساعة 11، دخول قابله رجوع للتونسيين، حيث اتجه عدد من التجار إلى المعبر الليبي ليتم إرجاعهم. والسبب حسب قولهم، مشينا للجانب الليبي نلقوا واحد في كهربته، قالنا دور منظومة طايحة وترى شنو، قال نور ما علمتونا كي سكرتوا المعبر، هاك نشوف فيها أسبوعين وهي راكحة تو. سمعنا اليوم الصباح ان معبر راس جدير فتح، جينا زي الناس الكل، لقينا الليبيين داخلين ورحبنا بهم وماشيين، حتى احنا بنخدم على روحنا. شوفونا قالوا لنا لا ارجو، قلنا لهم علاش به السبب شنو، قالوا لنا راه عندنا منظومه نتاع الاجانب راهي طايحه. وباتصالنا بالعقيد جراف المسؤول بالمعبر الليبي اكد ان الامر يتعلق فقط باصلاح منظومه الاجانب التي ستستغرق على اقصى تقدير يومين، مشيرا الى عدم اعلامه بقرار اعاده فتح المعبر من قبل السلطات التونسيه على حد تعبيره. المعبر الحدودي ذهب وازن هو الآخر أعيد فتحه اليوم، وبدأت حركة العبور بطيئة في الساعات الأولى وسط أهبة أمنية رفعت إلى أعلى مستوياتها، والعابرون لهذه البوابة الحدودية عبروا عن ارتياحهم لهذا الإجراء. في الساعات الأولى لإعادة فتح معبر ذهب وازن الحدودية بدت حركة العبور بطيئة في الاتجاهين بمرور عدد قليل من السيارات الليبية والتونسية التي استأنف أصحابها نشاطهم التجاري مع ليبيا. قصدي ربي نخدم أرواحنا، لقته في خبز ما يخفاكش، احنا ناس ما عندنا حد شيء، كاشي ربي وصحة الأبدان
والشقيق ليبيا وتونس مع بعض. احنا ديما ماشيين جايين نجيبوا في حاجات نعيشوا في بلادنا، لا نجيبوا في حاجات لا تضر لا بالبلاد ولا بالعباد. تونس وليبيا بحول الله خيان، الشقيق ليبيا احنا وتونس خيان بحول الله، جيران نلقطوا في خبزه وما عدناش لا هذه لا هذه، نجيبوا في حاجه ناخذ مع ارواحنا ونلقطوا في قسم. وفي مقابل مغادره عدد من التونسيين الى الاراضي الليبيه، من المنتظر ان ترتفع في الساعات القليله القادمه وتيره توافد الاشقاء الليبيين إلى تونس عبر هذه البوابة الحدودية. أنا مقتنع بحاجة واحدة، أن ليبيا وتونس هي دولة واحدة وشعب واحد. حقيقة لا أمن لتونس إلا بأمن ليبيا، ولا أمن في ليبيا إلا بأمن تونس. احنا جربنا 15 يوما تقريبا في هلبة ناس، عندها في اللي عنده موعد مع دكتور، في اللي عنده قضاء بعض الحاجات، واحنا في النهايه لبعضنا. لو البوابه ان شاء الله امور تمام وجرى التفتيش عادي واجراءات امنيه ومريق للامور ان شاء الله، هذه من حق تونس انها تامين بلادها وتشوف وضعها قبل وتفتح الحدود، وما فيش اشكاليه زي تونس زي ليبيا مسكره الحدود، هذه امن ليك وليا. ارتياح شعبي لاستئناف نشاط المعبر الحدودي بذهبة يوازيه تآهب لمختلف الأسلاك الأمنية والديوانية والعسكرية، رفعت درجته إلى الأقصى. أكد رئيس الجمهورية البلجية قيد السبسي على أهمية اجتماع دول جوار ليبيا الذي تحتضنه تونس يومي 21 و22 من مارس الجاري في دعم المسار السياسي في ليبيا. وشدد رئيس الجمهورية لدى لقائه اليوم بقصر قرطاج بوزراء ورؤساء الوفود المشاركة في الاجتماع وبحضور وزير الشؤون الخارجية خميس الجهناوي، أكد على الدور الذي ينبغي أن تقوم به دول الجوار في مساعدة الليبيين على تجاوز أوضاعهم الصعبة وبلوغ حل سياسي يضمن استقرار ليبيا والمنطقة عموما. من جهته أكد وزير الشؤون الخارجية خميس الجهناوي لدى افتتاحه صباح اليوم بتونس الاجتماع الثامن لوزراء دول جوار ليبيا أن تونس تضع خبراتها وإمكانياتها على ذمة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية وفق ما يحدده من احتياجات، وذلك حتى يتمكن من ترسيخ مؤسساته والاضطلاع بدوره في مكافحة الإرهاب واستعادة مكانة ليبيا. وجدد وزير الخارجية استعداد تونس لتقديم كل أشكال للدعم والمساعدة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية برئاسة فايز سراج في كافة المستويات سواء على صعيد الثنائي أو المتعدد الأطراف. على هامش اجتماع عقده المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد العام التونسي للشغل خصص لتدارس الوضع العام بالبلاد على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والأمني، صرح الكاتب العام المساعد للمنظمة شغيلة سامي الطهري أن المنظمة انطلقت في التباحث مع رئيس الحكومة حول تركيبة الهيئة التي ستشرف على الصندوق الوطني لدعم جهود مكافحة الإرهاب. وقد كان الاتحاد العام التونسي للشغل قد أطلق هذه البادرة إبان العملية الإرهابية التي استهدفت مدينة بن قردان لدعم المؤسستين الأمنية والعسكرية. كنا أعلنا منذ أحداث 7 مارس ضد بن قردان الاعتداء الجبان للإرهابيين أن الشغيلة والاتحاد العام التونسي للشغل مستعد إلى التبرع بيوم عمل، ويكون هذا اليوم في إطار خطة كاملة، وأهم هذه الخطة هي فكرة الصندوق. طبعا لا نفكر بمسألة الصندوق على أنها مجرد حساب جاري في بنك، وإنما الصندوق بمعنى هيئة تسيره أهداف مرسومة ومهمات يقوم بها كالعادة تلقائية توعية، وفي نفس الوقت يمكن أن نعول على الكثير من الجهات والمؤسسات والجمعيات والمنظمات وكل الأطراف الاجتماعية. بدينا بمبادرتنا، مستعدين باش يكون هالصندوق هذا في أسرع وقت يقوم بثلاثة مهمات أساسية نحب نحددها. أولا لا يعوض الدولة فيما يتعلق بتموين قواتنا المسلحة وقواتنا الأمنية، وإنما يقوم بالمساعدة في الطارئ في الاستثنائي في الاستعجالي، خاصة في مجال التجهيزات وفي الظروف الصعبة اللي تكون فيها المعارك محتدة، وإحنا في طور صعب نعيش فيه في تونس. يلعب دوره أيضا في أنه يأطر كل ما هو استشراف واستعلامات ودراسات وبحوث في مجال الإرهاب.
مشروع القانون الأساسي لهيئة حقوق الإنسان كان محل ورشة عمل بجابس لتدارس بعض جوانبه وتقييمه من قبل المواطن والمجتمع المدني، وكان العمل على خلق توازن بين مثل هذه الهيئات والسلطة مطلبا أساسيا. يشتمل مشروع القانون الأساسي لهيئة حقوق الإنسان على 84 فصلا تتوزع بين 6 أبواب. مشروع هذا القانون كان محل استشارة إقليمية ضمت ولايات مدنين، تطاوين، جابس، قفصة، قبلي وتوزر. نقوم بهذه الاستشارات في بعض الولايات وتهم بقية الولايات القريبة منها حتى نكون أقرب إلى المواطن، نجسد تشاركية المجتمع المدني وتشاركية المواطن في إعداد وقربهم من النصوص حتى تكون هذه النصوص أكثر انفتاحا على المواطن. استشارة نظمتها وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، ووفرت للمشاركين فيها فرصة تقييم مشروع هذا القانون. صلاحيات كبيرة والمهام جسيمة، ولكن ما هو الأساس هو أن يكون هناك توازن بين هذه الهيئات والسلطة. نحن نريد أن تكون هذه الهيئات لها صلاحيات كبيرة، ولكن بالطبع في تعاون وليس في تنافس مع الأجهزة الرسمية للدولة. ما ينقص القانون هذا هو معناها غياب العمل الحقوقي، هو من المفروض يكون تطوعي. الامتيازات اللي باش يتمتعوا بها اعضاء الهيئه هذه هي امتيازات قد تحيدهم على الهدف الاساسي اللي هو على الحريات الاساسيه لحقوق الانسان. هيئه حقوق الانسان تندرج في اطار تنزيل الدستور على ارض الواقع، وفي سياق الجهود المبذوله لاستكمال ارساء مؤسسات الجمهوريه الثانيه. وفي بادرة طريفة بمشاركة حوالي 300 شاب وشابة من مختلف ولايات الجمهورية، تم اليوم تجسيم البرنامج الوطني شباب متطوع في ربوع شمال الغربي، وتحديدا بالمنطقة الأثرية يوغرطة بقلعة أسنان من ولاية الكاف. حظيرة في العمل التطوعي، تكريم للوحدات الأمنية والعسكرية، ومشهدية صامتة جسدت ملحمة يوغرطة كانت أبرز فقرات هذه التظاهرة التي شارك فيها شباب 13 ولاية. ضيوف جونا من كافة ولايات الوسط والجنوب والساحل، جونا باش نقوم بالبرنامج الوطني شباب متطوع في ربوع شمال، بالأساس باش نزرعوا 3000 شجرة في مدينة الكاف في المناطق اللي مسها بالحق الإرهاب. احنا في بهذه المناسبة نتحدى الإرهاب. هي بصراحة تجربة خارقة للعادة، محلاها بالحق، مبادرة سمحة ياسر وجمعت معناها مختلف ولايات الجمهورية. السوار خاصة، خاطر السوار ما كنتش نعرفه ياسر على يوغرت، على البلاصة هذه تعرفت برشا حوايج حلوة. حبينا من خلال الملحمة هذه نعرفوا الشباب الموجود وشباب جهتنا وشباب الجهات القادمة علينا بتاريخ المكان اللي هما موجودين عليه، باش يتأصلوا في هويتهم ويعرفوا اللي تونس عندها تاريخ وعندها والكيف عندها تاريخ. وزير الشباب والرياضة ماهر بن ضياء أكد بالمناسبة أن هذه التظاهرة تعد دليلا على رفض شباب تونس للإرهاب والفكر المتطرف. حبينا من خلال تواجدنا في مدينة يوغرطة اللي هي عندها رمزية تاريخية وعندها ذكريات في نفس كل شاب أصيل الجهة وأصيل الشمال الغربي بصفة عامة، حبينا من خلال احتفالنا برفع العلم التونسي فوق هذا المكان الشامخ والعالي، وحبينا أيضا نكرم مؤسسة الأمنية والعسكرية، وهذا تم بالمناسبة نشكرهم على كل ما قدموه من تضحيات، ونترحم على شهداء مؤسسة الأمنية والعسكرية. شباب متطوع في ربوع الشمال، تظاهرة امتدت على 3 أيام وكانت مناسبة لتجذير الحس الوطني والعمل التطوعي. مشاريع تنموية بمنزل المهيري بالقيروان تجمع النساء العاملات في المجال الفلاحي البيولوجي، بادرة تعمل على خلق هيكل يجمع النسوة الفلاحات من أجل إدخالهن بطريقة مؤطرة في الدورة الاقتصادية. منذ 3 سنوات انطلقت رحلتهن بتكوين شركة تعاونية في الخدمات الفلاحية بمعتمدية منزل المهيري، أردنا من خلالها إثبات دورهن في المجتمع. الفكرة هذه فكرة شركة تعاونية تجميع المرأة الريفية في هيكل يمكنها معنا من تحسين دخلها،
في شكل افكار، حبينا احنا نعملوها في شكل افكار مشاريع صغرى للنساء هذوكم. التوجه نتاعنا الفلفل يجينا فلفل جرون، معنا نجمعوه من البدايه نخدم فيه هنا الفلفل، نزرعوه ونحمروه ونجمعوه ونجيبوه نشكوه ونشيحوه ومن بعد نفصوه نحوه من القلوب الزراعه هذيك واللعان نتاعهم، بعد نجيبوه نغسلوه بالماء البارد مرتين نعاودوه بالماء السخون مرتين. الهريسه البيولوجيه احدى أهم المنتوجات التي انطلق ترويجها في السوق المحلية في انتظار اقتحام أسواق أجنبية، ويأتي هذا في إطار شراكة مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية. نحن الهدف متاعنا هو تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمدخلين في ثلاثة منظومات فلاحية اللي هما تين جبل متحصل على تسمية مثبتة للأصل، الهريسة اللي عندها علامة مميزة من وزارة الصناعة، والهندي البيولوجي اللي في القصرين. رغم ضعف الموارد المالية للشركة فإن هؤلاء النسوة نجحن في إقناع الجميع بأفكارهن وبدورهن في تحريك عجلة الاقتصاد. إلى القطاع السياحي، في مواكبة لتظاهرة سياحية ترويجية بجربة جرجيسة للتعريف بالمنتوج السياحي بهذه المنطقة لعدد من وكلاء السوق الروسية باعتبارها سوقا كبرى وواعدة. هي التظاهرة الترويجية الأولى بهذا الحجم بحسب مهنيي القطاع السياحي بالمنطقة السياحية جربة جرجيس التي تستهدف السوق السياحية الروسية باستقبال أكثر من 400 وكيل أصفار روسية تعرفوا على مكونات المنتوج السياحي بهذه الوجهة. تظاهرة معناها الأولويات نتاع الأسواق هي كما تعرفوا السوق الداخلية والسوق الجزائرية، وتوا معناها السوق الروسية ولات زاد من الأولويات نتاع العام هذا، وإن شاء الله خاصة في 2017 و2018. في تنويع المنتوج وفي تنويع الأسواق، هذه السوق الروسية سوق كبيرة برشا، والوكيل الأصفار اللي جاب 440 وكيل أصفار معاه باش يشوفوا النزول نتاع الجهة ويشوفوا تونس شوفوا جربة خاصة، دونك هذا مؤشر إيجابي. في اختتام هذه التظاهرة الترويجية مؤشرات هامة تنتظر وزارة السياحة انعكاسها إيجابا على سير الموسم السياحي الجديد. برمجة ماهيش كان الجربة جرجيس، حتى السوسة وحتى الحمامات، وإن شاء الله ثم طيارات باش يجيو الجربة جرجيس من الأسبوع الجاي إن شاء الله يبدأ الإقبال للجهة هذه من طرف السياح الروسي. بحلول منتظر اليوم الغد لأول رحلة سياحية لسياح روس مباشرة بين مطاري موسكو وجربة جرجيس الدولية، ينطلق موسم سياحي جديد بجزيرة جربة وجرجيس. إلى جبال ثلج بالمتلوي بولاية قفصة في رحلة بالجرذون الأحمر لاستكشاف ربوع هذه المنطقة والاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة، رحلة خصصت لتنشيط السياحة الداخلية وخلق أجواء ممتعة في عطلة الربيع. رحلة يومية يؤمنها الجرذون الأحمر خلال عطلة الربيع نحو جبال الثلج بمدينة المتلوي للاستمتاع بالجمال الطبيعي لهذه المنطقة الجبلية في رحلة عبر قطار الباي. احنا سيدي في رحلة في الربوع التونسي ماشي للثلج ان شاء الله، رحلة عائلية نعملوا في جو تحس تستمتع والأمن معانا. نقوم بعدة زيارات خلال هذه العطلة الموسمية والتي تنطلق من المتلوي إلى جبال الثلج، ومن خلالها يتمتع الزائرون بمناظر خلابة يكتشفون فيها روعة المنظر وروعة الجبال. رداءة الطقس اليوم لم تعكر صفو هذه الرحلة التي اجتمع فيها عدد كبير من شباب تونس وكهولها ضمن أجواء عائلية زادها سحر المكان روعة، فكان العنوان البارز لهذه الرحلة معا لتنشيط السياحة الداخلية. مالوريزمون الطقس شي خايب شوية لا محالة، أما مستمتعين وشيخين ومعنا زاد سورتو سيكوريتي اللي فريمون واقفين معانا. الله الناس الكل تكون على المنوال هذايا وتعاون البلاد، وتكون الناس الكل معناها تتفرهد والبلاد تتعاون تحرك شويه الاقتصاد وما فيها سياحه داخليه. سياحه باهيه.
تحيا تونس عبارة رددها بعض من التقيناهم من سياحة أجانب على متن الجرذون خاصة من الجنسية الصينية. Take a photo. Group. لقد أخذت عديد الصور الجميلة لكل فرد من المجموعة. تونس بلد رائع ويزخر بالأماكن الساحرة. مزيد الاهتمام بهذا المعلم التاريخي وحسن توظيفه في مزيد الترويج للسياحة التونسية خاصة بالجنوب التونسي مطلب ملح للعاملين في هذا القطاع لجمال طبيعي ساحر يستحق التوظيف الأمثل. أخبار الثقافة نبدأها من المهرجان الجهوي للمسرح بالكاف. تظاهرة ثقافية احتضنتها دار الثقافة بجريسة بعرض 12 عملا مسرحيا، وإن اختلفت أشكال هذه الأعمال يبقى هدفها واحد، تربية الناشئة على الحس الثقافي. العروض تناولت عديد القضايا والمواضيع، وكان المهرجان مناسبة للفرق والمجموعات المشاركة لتقديم عروضها التي توزعت بين العروض الفردية والجماعية. تضمن هذه التظاهرة عروض 12 عرض مسرحي، منها المونولوج الفردي العرض الفردي، ومنها العرض الجماعي، والمواضيع هي مختلفة منها الاجتماعية منها السياسية. المهرجان هذا يمثل لنا إن شاء الله فرصة أخرى باش نعرضوا في أماكن أخرى، وإن شاء الله إن شاء الله معنا ربي. شفاه تبتسم ألما للمركب الثقافي بالساقية، مسرحية تعالج علاقة الشباب بالظاهرة التي مست البلاد التونسية ونرجو أن تسلم منها، وهي ظاهرة الإرهاب. التظاهرة تهدف إلى صقل مواهب هذه المجموعات المسرحية، خاصة وأن المؤسسة الثقافية والشبابية والتربوية قدمت على امتداد عقود عددا كبيرا من رواد المسرح التونسية. يبدو لي أنه حان الوقت لكي نتوقف عند هذه التجارب وكي نعود إلى هذه التجارب حتى نكون نواة أصيلة وفاهمة وفاعلة في الميدان المسرحي. المهرجان الجهوي للمسرح بدور الشباب والثقافة بولاية الكاف مناسبة متجددة لاكتشاف المواهب المسرحية بالجهة. المسرح إذن آخر أخبارنا لليوم مشاهدينا، ونذكركم بأبرز ما ورد في النشرة من عناوين. حركة بطيئة بمعبري ذهب وازن وراس جدير بعد إعادة فتحهما. قلعة أسنان غراسة 3000 شجرة فوق مائدة يوغرتا في حركة رمزية شبابية لمكافحة الإرهاب. رحلة استكشافية لمخزون قفص البيئي على متن الجرذون الأحمر. نقطة الختام مشاهدينا لهذا الموعد الإخباري، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.